التسعة الذي يسجل عاشر أهدافه ويدخل في زحمة. بمجهزة في معقل الجوارح ملعب الشباب تدريب الفريق الأول قبل لقاء القمة مع العين، خاصة بعد الخبر المفرح للخضراوية بخصم 3 نقاط عن الأهلي، تقلص الفارق إلى 3 نقاط، الشباب 26 نقطة، الأهلي 29. راح تكون المعنويات مرتفعة وراح نشوف تدريبات الفريق ومعنويات اللاعبين كيف بعد الخبر. استعدادات فريق الشباب للقاء القمة كيف راح تكون من خلال زيارتي لفريق الشباب وتدريباتهم. خلنا نشوف. زين اسماعيل قولي على المباراة الآن، الوضع صار بالنسبة لكم في دفعة معنوية جديدة إيجابية بعد خصم 3 نقاط. شيء اكيد تعطينا دفعه معنويه ان الفرق استوى 3 نقاط، يعني يتعثر الاهلي في مباراه ونحن نفوز ما نكون يوم نفس النقاط، يعني فاكيد حافز لنا. بس بعد ترى فريق العين فريق قوي على ملعبه. انت لعبت في العين وتعرف قوه العين في ملعبه كيف؟ العين قوته في جمهوره، عندهم جمهور وحماس، يعني حماسهم الجمهور يعني يعطيهم حماس دافع انه يقدمون كل اللي عندهم، فالمباراه بتكون صعبه علينا وان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه منها. جمهور عيني خوفك سامي صح؟ لا ما نخوف من جمهور عيني، جمهور برا الملعب، انا العب ضد 11 لاعب. ما عليه بس الجمهور له تاثير عليك. بالعكس انت من نوع اللعيبه اللي تخاف من التوتر من المباريات؟ ما في خوف ولا شيء، ان شاء الله خير، ان شاء الله موفقين في المباراه. العين افضل منكم اسماعيل الحين الفتره هاي؟ والله ما في فريق افضل من فريق حاليا، بس التكتيك هو اللي في الملعب والاداء، يعني 90 دقيقه هو يحسم المباراه، يعني يحسم النقاط يعني حق الفريق الثاني. احنا يعني متزمين، فريقنا فريق كامل، يعني 11 لاعب يعني كلهم يلعبون مع قلب واحد، ونواجه اي فريق يعني ما خايفين من اي فريق، وان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه. يعني انت بتهاجم العين في العين؟ يعني بحكم النقاط ومركزنا المفروض نحن نصير نهاجم ما ندافع. يعني شو هالجراه هاي؟ ايه لان احنا جتنا ثقه من الدور الاول، يعني واصلين احنا 26 نقطة وننافس على المركز الثاني المبان الاول، فلازم. بس العين فريق كبير. ايه اكيد انا قلت لك قبل احترم العين. تهاجم العين في العين؟ فريق كبير يحجم، نحن لازم نحن نكون عندنا الشجاعة ان احنا نلعب يا فريق العين. هجوم بحذر يعني. هجوم بحذر. شو رايك؟ ايه صح. بس يرجع لك واحد. شو تلقبوا على سامي اخر شيء في الفريق؟ شو تسمونه؟ في له اسم لقب حلو. لا ما عندي. والله عندي. عادي يعني عطنا اللقب المسموح يعني تقوله. شو لقب مسموح؟ اي لقب شو؟ لا يسمونك ولا لا اخوي ما عندنا القاب. لا يسمونك شيء لعيب والله. شو يسمونك؟ ما في شيء. في لقب لسامي. تعرف انا عارفه بس اخاف يمكن اللاعب الكبير شيء. الله يوفقكم كمان وبقينا ان شاء الله. يلا ما نعطلكم. مشكورين. منصور يا الفذ الهمام عطيته اكبر اهتمام. الآن الفريق في وضع مهم جدا. خلنا نتكلم أول شيء عن الخبر اللي ياكم اليوم. شو ياكم اليوم خبر؟ والله مثل ما ياك يعني أنا صراحة دشيت النادي اليوم قالوا إن الأهلي أعتقد خسر 3 نقاط. لاعب أظني عنده وصار خطأ أظني في الأمور الإدارية يعني هنقول. نحن نقول زين يوم النيت في الفترة هذه ابتعد شوي الأهلي الفترة الأخيرة، يعني تعرف ابتعدنا في المباراة نحن خسرنا نقطتين. كنا يعني وعاد الاهلي اللي خصم عنه بعد مو باي فريق. اي الاهلي ونحن طاردين الاهلي. وتحبون الاهلي وايد انتم اكيد. الفرق اعتقد اكثر من فريق يعني يستفيد. اي يستفيد والكل يعني ما اقول نحن ما نفرح باغلاط يعني الاخرين، يعني نحن ما بغيناها تكون بالطريقه هاي، اكثر تكون انك تاخذ نقاطك يعني عن جداره في الملعب وانك انت تواجه الفرق تاخذ عنهم، بس بالطريقه هاي مجبورين ان نحن نفرح. ان شاء الله المباراه الجايه نحن ناخذ مبارياتنا اول باول ان شاء الله. ما ادري يعني اخطاء صارت عندهم اداريه، اخطاء زادت يعني الحين لو قالوا بيردون 3 نقاط حق الاهلي عادي يعني؟
لا ليش ردوا اشوفك يعني اشوفك تقول لي يعني نحن كان ودنا ناخذها بجداره اقول لا نحن ما نخص الموضوع الجماعه إيه؟ في الاتحاد هم اللي قرروا انت تقول الحمد لله لا يعني. نحن مثل ما استفدنا حتى الفرقه الثانيه يعني صح كلها بس اي الثالث والرابع الثاني عادي اكيد انت اللي بتستفيد وايد اكيد والله الكل مستفيد يعني مش الثاني بس مو ابنها بس حتى الشارجه مستفيد نقول حتى العين مستفيد الكل الجزيره مستفيد كل من يفكر انه يكون في الصداره ويلاحق الاهلي هو مستفيد في الاخير هي منافسه تكون افضل يعني اعتقد الاثاره راح تكون اكثر غير ما يبتعد الاهلي ويغرد بروحه انت فزت على العين في الدور الاول لكن العين الان صعب وانت رايح العين كيف بتلعب يعني انت بتلعب في ملعب العين لكن تبغى ثلاث نقاط ثلاث نقاط اعتقد وضع صعب بالنسبه لتاخذك العين شوف هي صعوبه كانت متواجده حتى في المباراه الاولى حتى المباراه الاولى لما لعبنا العين اعتقد العين ما كان مرتب في البدايه يعني ورقه ما كانت مرتبه ما كانوا مستعدين بشكل لمثل يعني كانت عندهم شوي امور يعني ما كانت ثوابت عندهم المباراه هاي اعتقد العين جاهز اكثر بحكم المباريات اللي لعبها وبحكم الاستقرار الفني اللي صار عنده اعتقد راح يقدم مباراه كبيره وخصوصا عندهم ملعب جديد ناويين يفتحون الملعب لكن احنا راح نكون هادين بس عيننا على ثلاث نقاط ما يهمنا يعني الاحتفال ولا نقطه بالنسبه لك زينه والله شوف يعني اذا كنت انت منافس وطارد الاهلي لازم تفكر بثلاث نقاط فكر بنقطه واحده ما صعب عاد وفي العين والله شوف فريقنا سويتوا فزتوا على العين في العين وايد لا مو كثير صراحه يعني مش كثير لكن مثل ما تقول العين صعبه بالعاده لكن اذا انت فريق يعني تنافس وفريق تفكر في البطوله لازم تفكر بثلاث نقاط يعني تفكر بنقطه واحده ما تستفيد على الاقل تفكر بثلاث نقاط يمكن تطلع بنقطه فكرت بنقطه راحت عليك انا في اعتقادي بطريقه ثانيه انت افضل من العين الحين ولا هو افضل والله الافضليه حسابيا انه افضل لكن يعني العين اشوفه مستقر اكثر الفتره هذه يعني ماخذ وضعه بشكل جيد يعني الفتره هذه يعني انا اشوف ما ابغى اضخم العين ولا اني ابغى اقلل من فريقي يعني الكل عارف وضعه لكن اقول راح تكون مباراه ممتاز يعني للمشاهد انه يشوفها وممكن راح تكون شوي مسكره اكثر لان تعرف مباراه صعبه تكون حتى للعين يعني ما راح بيولع الدوري اسبانيا اتوقع لان هاي خساره ثلاث نقاط هاي كل راح يصير اتوقع والله من اي ناحيه يعني من ناحيه المنافسه والله اتوقع شوف اتوقع فيها فرقه راح تقرب اكثر ممكن راح تنحصر المنافسه بين ثلاثه فرقه يعني تعرف كل ما تكثر يعني كل ما تتجدد في مراحل الدور الثاني كل ما ينحصر هي ممكن ثلاثه فرقه هم اللي راح يكونون اي خساره لاي فريق ممكن راح تبعده لكن نحن بحكم ممكن شوي النقاط اللي هم يعني ممكن ثلاث نقاط يعني ممكن فارقين على اللي تحتنا ممكن تعطينا فرصه ان نحن حتى حق جولتين يعني اذا ما خسرنا لا سمح الله يعني ما حد يحب الخساره لكن نحب نكمل حلو يعني الجوارح بتحلق ولا ما بتحلق؟ اكيد راح تحلق ها؟ اكيد الله يوفقك يا عادل حبيبي شكرا حبيبي يلا طبعا بعد ما يستوي احنا في نادي الشباب وما ناخذ الكرك بعد ما خلص التصوير، لكن ابغي اقول حق الخضراويه ان فريقكم جاهز ومستعد ومركز لمباراه العيد، واشكر الاداره مره ثانيه على اتاحه الفرصه لنا ان نحن ننهي ونغطي تدريبات الفريق في قمه الاسبوع وعليها سحبه. كلنا نفتخر باسمك وتاريخك كبير كبير. شراح كبير كبير خضراوي.